السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. اليوم حلقة جميلة جدا 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 في سلسلة من حقي أتعلم. حلقة جميلة جدا جدا شاملة حاجات كتيرة، شاملة كل اللي احنا أخذناه في القواعد الإملائية السابقة، وفي قطعة مكتوبة خلف السبورة هنقرأها. بس قبل ما نقرأها لازم نذكر بعضنا البعض بإيه؟ بالقواعد السابقة اللي احنا شرحناها. شرحنا قلنا ايه في الاول خالص؟ قلنا بعض القواعد زي ايه؟ حروف اللام الشمسية. حروف اللام الشمسية دي 14 حرف بيأتم دائما بعد الالف واللام. لازم الكلمة تكون اولها الف ولام عشان تبقى الحرف اللي بعدها نحدده هل هو حروف شمسية ام حروف قمرية. وحروف شمسية يعني ايه؟ هنقولها، وحروف قمرية يعني ايه؟ بس هنشرح الشمسية الاول ونقول يعني ايه حروف شمسية. حروف شمسية يعني اي كلمة اولها الف ولام، بعدها حرف عليه شدة، وما بيبقاش شدة بس، بيبقى شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وضمة. تمام؟ شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وضمة. تمام؟ طيب، حروف اللام الشمسية اي حرف يأتي في الكلمة التي تبدأ بألف ولام. ايه هما؟ ايه هما الحروف؟ 14 حرف. الحروف الهجائية 14 لام شمسية و14 لام قمرية متقسمين. الحروف الشمسية اللي هي بقى التاء. يعني التاء يعني ألف ولام، كلمة أقول ألف ولام بعدها حرف التاء. التاء الثاء يعني ألف ولام، والكلمة اللي بعدها الحرف اللي بعدها حرف الثاء. ها التاء والثاء. الدال يعني الكلمة أولها ألف ولام بعدها حرف الدال، بعد اللام حرف الدال، وهكذا. يبقى التاء والثاء والدال والذال الذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. 14 14 5 و5 و4 14. الحروف دي عبارة عن ايه؟ الحروف دي عندما تأتي الكلمة اللي أولها ألف ولام ويأتي حرف من الحروف دي، دائما الحرف ده لازم يكون مشدد. مشدد يعني ايه؟ ها؟ نقول يعني ايه؟ يعني يقرأ الحرف مرتين، ما يتكتبش مرتين، يتكتب مرة واحدة. طيب يقرأ مرتين يعني ايه؟ يعني يقرأ مرة ساكنا لازم يبدأ بالسكون، والحرف اللي بعديه وينطق مرة تانية بقى مفتوح او مكسور او مضموم. طب يعني هنطقه مفتوح ولا مكسور ولا مضموم يا استاذ؟ ما انا هقول لك اهو. شدة وفتحة يعني بحرف ساكن وتنطقه تاني مفتوح. شدة وضم يعني تنطق الحرف ساكن وبعد كده تنطقه تاني مضموم. شدة وكسرة يعني تنطق الحرف ساكن وبعد كده تنطقه مكسور. عرفت يعني ايه؟ تمام. اي كلمة اولها الف ولام يتقال عليها ال. ال دائما الالف عليها فتحة مفتوحة، طبعا ما تحطش الفتحة، دائما الالف مفتوحة واللام ساكنة. الالف المفتوحة واللام ساكنة يعني بنطق الحرفين الاتنين مع بعض. ال ال زي ايه؟ مد مد. ها شد عد جر فر مر. ماشي خلاص. دي اسمها ايه؟ ينطق الحرف الساكن مع اللي قبله. الحرف الساكن ينطق مع ايه؟ مع اللي قبله. دي مراجعة شاملة سريعة. ماشي. طيب الحروف اللام الشمسية يعني ايه؟ يعني ما بنطقش اللام، بنطق الالف مفتوح ا وانطق الحرف بقى اللي هو حروف اللام الشمسيه ال 14 احنا قلنا عليه ينطقوا مرتين. يعني الالف واللام بعدها مثلا حرف التاء عليه شده وفتحه مثلا، او حرف ينفع حرف الالف واللام بعديه لام. اي طبعا، ما هي اللام الثانيه من حروف اللام الشمسيه. مش احنا قلنا التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. انهي لام؟ بيبقوا اتنين لام، بيبقوا اتنين لام، بيبقوا ايه؟ اتنين لام حبيب قلبي. بيبقوا اتنين ايه؟ اتنين لام. زي كلمة ايه؟ ألف ولام ولام. اتنين لام؟ اه. تعرف ان اللام التانية على طول مباشرة هي اللي عليها شدة. هي اللي عليها ايه؟ شدة. واللام الأولى لا تنطق. يبقى لما يكون عندي حق كلمة أولها ألف وبعدها لام وبعدها لام، تعرف إن اللام اللي في الوسط دي لا تنطق، لأن اللام دي لام شمسية. واللام التانية هي اللي هتنطق. طب هتنطق إزاي؟ اللام التانية عليها شدة وفتحة، يبقى أقول آ مفتوحة إيه؟
وانطق اللام مرتين اتنين. ال ساكنه ها والساكن ينطق مع اللي قبله، فنطقت اللام الساكنه مع الالف المفتوحه، وهنشرح حالا دلوقتي ماشي. نطقت اللام الساكنه مع الالف، بس احنا بنعمل تنشيط للذاكره عندك بس ماشي. نكتفي بهذا القدر من التفسير البسيط وهنشوف القطعه القرائيه اللي احنا هنقراها دي. انا كتبتها لكم بدون تشكيل بدون حركات، وهنحاول نقراها. انا هسيبكم تقراوها وهرجع انا اقراها وهرجع انا احط التشكيل عليها عشان اعرفك انك لازم تقرا الاول بحركات وبعد كده تقرا الكلمات دي بدون حركات وتكتبها بدون حركات برضو في صفحه تانيه اخرى، وبعد كده تقرا بقى اللي بدون حركات. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير، ناس كتير يا حبايبي قبل ما نبدا في الدرس يقول لك ايه، انا استاذ كويس وكل حاجه وتمام بس مش عارف اجمع الكلمه. عدم تجميعك الكلمه دليل على انك انت ضعيف لسه في قراءه الحروف بالحركات. على طول مش عارف تجمع الكلمه يبقى انت ما انتش عارف تقرا الحروف بالحركات. لا عارفها يا استاذ، عارفها بس انت بتغيب على بال ما تستعيد الحرف في ذاكره المخ بتاعتك. حرف الجيم عليه فتحه مثلا ما بتقولش عليه الجيم مثلا، بتقولش عليه جا على طول، لا تنظر له فتره كده جي جا جا تمام قلتها انت صح، بس على ما تيجي تقول الحرف اللي بعده تكون نسيت الجا ده، فبالتالي مش عارف تجمع كلمه. هتجمعها ازاي؟ يبقى عشان اجمع كلمه يا حبايبي بسرعه وبسهوله لازم اكون يعني متاكد ان انا عارف الحروف كلها بحركاتها قراءه سريعه بترتيب وبدون ترتيب. بالشكل كده هقدر اجمع كلمات كتير. وصلكم؟ نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا، ونبدا على بركه الله. بسم الله. عندي بقى كده ادي القطعه بتاعتنا بدون حركات. نظبط بقى الكاميرا كده على بال ما ايه ما تشوفوها. ما شاء الله الكاميرا مظبوطه حتى عليها. بدون حركات هنعرف نقراها. هسيبها لك كده تعيش مع نفسك كده شويه، توقف الفيديو وتحاول تقراه، وهقرا انا بقى مكانك. ركز معايا. احنا عندنا خدنا في القواعد السابقه الحروف اللام الشمسيه وحروف اللام القمريه والمد بالالف والمد بالياء والمد بالواو، مش كده؟ تمام. والحرف الساكن مع اللي قبله والحروف الزائده عن الكلمه، مش خدنا دي؟ تمام. هنحاول نقرا القطعه دي وهنشرح حاجة جديدة خالص اليوم، حلقة في منتهى الجمال والروعة. ركز معايا. لو احنا بصينا للفاء دي، لو بصينا للفاء هتلاقي الفاء بعدها ألف. الألف دي أنت بتقول لي يا أستاذ الفاء ممكن تكون زائدة عن الكلمة، صح؟ صح. يعني ممكن تكون الفاء دي زائدة عن الكلمة؟ أيوه زائدة عن الكلمة يا أستاذ. طب هحذفها كده أكهت. في حاجة اسمها أكهت؟ لا يا أستاذ. يبقى الفاء مش زائدة على الكلمة، ده الفاء من أصل الكلمة. طب أمال أعمل إيه يا أستاذ؟ طيب إلا لما تكون الفاء من أصل الكلمة وبعدها ألف بدون همزة. ألف بدون إيه؟ همزة. يبقى ألف مد يا أستاذ، برافو عليك. طب ألف المد يخلي الفاء مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ ها؟ ألف المد الحرف اللي قبليه إيه؟ المفروض يكون مكسور ولا مفتوح ولا مضموم؟ لا مش ساكن، معلوش سكون. هو المد هو اللي بيبقى عليه سكون، لازم يكون الحرف اللي قبليه اللي قبل المد لازم يكون عليه حركة، فتحة أو كسرة أو ضم. ها؟ برافو عليك، مفتوح يا أستاذ. طب مفتوح ليه؟ لأن المد بالألف الحرف اللي قبل الألف لابد أن يأتي مفتوح. أهو. يبقى همطق دي إيه بقى؟ أهي كانت من غير تشكيل أهي، ركز، ركز. أنت ممكن تقرأ من غير تشكيل كلمات كتير جدا، بالراحة كده بالعقل. ها؟ فا جميل، قريت أول حرفين. طيب فا
خد بالك دي تاء تنطق تاء زي التاء المبسوطه اللي هي المفتوحه، دي تاء مبسوطه ودي تاء مربوطه، او زي المصريين بيقولوا تاء مفتوحه وتاء مربوطه. تاء يبقى اقول ايه؟ فا فاكهه فاكهه فا. ينفع اقول ايه؟ في حاجه اسمها فاكهه فاكهه. ادي احنا قرانا الف ولام تبقى ال. ايوه يا استاذ ال، هنطقها ال وهنطق اللام كمان، مش هنطقهاش ليه؟ لان الجيم ما عليهاش شده، والجيم مش من حروف اللام الشمسيه. ما لو الجيم من لو الجيم من حروف اللام الشمسيه بكون هنطق اللام، كنت هنطق الجيم مرتين. انما الجيم من حروف اللام القمريه، يبقى هنطق الالف واللام والجيم، لان هنطق الجيم مره واحده بس. يبقى ال جا جبالا الا جبالا الا جبالا. لا ما تنفعش، لازم اقول ال ال ال. قلت ايه؟ ال مع بعضهم، لان الالف واللام الف واللام تنطق ال على طول. ال جبالا جبل الجبل. نطقت ان الكلمتين الاثنين دول كم حرف؟ ادي حرف 2 3 4 5 6 7 وسبت 3، يعني نطقت حوالي تلتين الكلمات، تلتين السطر معدل يعني، ها؟ تلتين الكلمه قراتها والتلت ما عرفتش اقرا، اللي هو لازم يبد عن التشكيل، تمام؟ بس هنحاول، ها؟ هنا الف ولام ولام، واحنا قلنا هنا بقى، ها؟ الف ولام ولام. اللام الأولى ما تنطقش لأن اللام الأولى لام شمسية، تمام، يبقى هنطق أنهي لام؟ اللام الثانية. هنطقها كم مرة حبيب قلبي؟ هنطقها مرتين اثنين، مرة عليها إيه ومرة عليها إيه؟ مرة عليها سكون يا أستاذ. يعني هقول إيه؟ ال، هنطق دي مع دي، أهي. ال. وأرجع أنطق اللام ده إيه تاني؟ تاني؟ عليها فتحة أو كسرة أو ضم، أقول إيه؟ ال، بس دي واو يا استاذ، يعني ممكن تكون مد بالواو. شوف الو، ما هي لو مد بالواو بقى تبقى الو اللوز اللوز اللوز. كلام مش منطقي خالص، لا حاجات مش هعرف يا استاذ اقرا كده. عشان كده بقول لك ايه؟ اقرا بالتشكيل الاول واكتب الكلمه بالتشكيل ومن غير تشكيل، واقراها من غير تشكيل كتير، هتقابلك الكلمات دي كتير جدا جدا جدا. خلاص ما انت عرفتها، ده انت عرفت اساسها، عرفت بتقرا ازاي بحركات. طالما عرفت تقرا الكلمه بحركات صدقني هتقراها من غير حركات بكل سهوله. ها يبقى نشكل، نعمل تشكيل الكلمات، هتبقى بسهوله جدا جدا اهو. بكل سهولة هتقدر تقرأ الكلمات.
طب ما انا يا استاذ مش كل شويه اقرا بالتشكيل يا سيدي، ما تقراش بالتشكيل والله، اقرا اول مره بالتشكيل مره واثنين وثلاثه، واكتب برضه بالتشكيل مره واثنين وثلاثه، وبعد ده اكتب لك نفس الكلمات ده اكتبها املائيا من غير تشكيل. حد يمليك فاكهه الجبل من غير تشكيل، اكتبها بقى من غير تشكيل واقراها من غير تشكيل مره واثنين، صدقني هتوصل بكل سهوله والله العظيم، اقسم بالله ان اللغه العربيه من اسهل اللغات تعليما، والله من اسهل اللغات تعليما. اتعلمت انا ايطالي، اتعلمت روسي ماشي، اتعلمت اندونيسي، لهجة الاندونيسية كمان، اتعلمت حاجات كتير جدا، والله والله اسهل اللغات اللغة العربية. انا اللي بقول لك الكلام ده، تعاون معايا واحدة واحدة كده توصل بكل سهولة. نقرأ مع بعض كده، فاء لأن فاء مد بالألف، كي ها تو تو. هل هنا بقى نتكلم؟ بس بعد ما نقرأ الكلمات هنشرح الفرق ما بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، هنشوف حالا دلوقتي. فاكهة تو، فاكهة تو، ها المد مع الممدود يبقى الفاء مع الألف أهي، والساكن مع اللي قبله والمتحرك وحده. قال لا ده ما فيش ولا حرف ساكن هنا، يبقى كلهم متحركين، يبقى الكاف تنطق لوحدها والهاء لوحدها والتاء المربوطه لوحدها. عشان قلت ايه؟ فاء، فنطقت الفاء مع المد. فا كي ها تو، كي ها تو، كلمه كي ها تو يعني قلتها على ثلاث مقاطع. يعني ايه ثلاث مقاطع؟ ثلاث حركات للفم مش للسان، للفم. كي ها تو، صوت للكاف لوحدها والهاء لوحدها والتاء لوحدها، كي ها تو. اما هنا الفاء مدتها لوحدها، فا صوت واحد بس، جمع الفاء مع المد تمام. ها ال، ها نطقت الالف واللام مع بعض ليه؟ لان دائما قلنا الالف دائما مفتوح واللام ساكن، الالف مفتوح واللام ايه ساكنة، يبقى انطق ايه؟ ال. ها جا با لي، جا صوت لوحده، جا والباء في صوت لوحده، با واللام لوحده، لا جا با لي، كأن أنا بنطق الجيم لوحدها والباء لوحدها واللام لوحده. أما عند الألف واللام نطقتهم مع بعض، ال ال صوت واحد أهو، ال صوت واحد جمع الحرفين، ال جا با لي، ال جا با لي. ها هنا بقى نقرا بقى ان ايه بقى، الله الله الحاجات الجميله بقى اللي فيها شغل. هنا الف ولام، الكلمه بدأ بالف ولام، يبقى الحرف اللي بعدها على طول لازم يكون يا اما شمسي يا اما قمري. شمسي يبقى مش هنطق اللام، قمري يبقى هنطق اللام. طيب هنا الف ولام والحرف اللي بعدها لام، لام لام بعد لام وقبلها الف، يبقى في هنا الكلمه دي لام شمسي. لام شمسي يعني ايه؟ يعني لا تقرا اللام الاولى اللي بعد الالف، وهنعرف دلوقتي اللام اللي بعد الالف لا تقرا. امال انهي لام؟ اللام دي هي اللي تقرا مرتين. ما انا بقول يا استاذ قال لا، طب انا نطقت اللام مرتين، ما هي هي دي بس اللي مرتين، انما لو انت هتنطق اللام دي كمان بقت المفروض تنطق ثلاث لامات. قال لا 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 لا، ده دي اغنيه بقى دي، لا يبقى هتنطق ايه بقى؟ ها اللام الثانيه تنطق مرتين، مرتين، مره ازاي ومره ازاي؟ مره عليها سكون حبيب قلبي اهو. ناخد الالف الاول اللي هو بتاعت بدايه الكلمه، واللام اللي احنا مش هنقراها اهي، وناخد اللام اللي احنا هنقراها، لام مره ساكنه ولام مره ايه؟ هي شده وايه؟ شده وفتح، يبقى سكون وفتح، والالف دي كده كده مفتوحه اهي يا سيدي بكل سهوله. ها بيقول لي القاعده بتقول ايه؟ الساكن مع اللي قبله اهي، يبقى هنطق اللام الساكنه مع الحرف اللي قبله، ها مع دي، دول مع بعض، دول مع بعض يعني ايه؟ يعني في صوت واحد بس، في حركة صوتية واحدة. أقول إيه؟ ال. أهو لو قلت لا بقى ده صوت وده صوت، أهو لا بقى ده لوحده صوت وده لوحده صوت. لو قلت إيه؟ ال، نطقت الحرفين الاتنين مع بعض، أهو ال. طب وبعد كده يا أستاذ أعمل إيه؟ أنطق اللام لوحدها مفتوحة. أنا قلت هنا إيه؟ ال، ها؟ يبقى ال لا. ألا
ألا. ها ألا. الواو هنا عليها إيه بقى؟ عليها سكون. أيوة الواو عليها سكون. أيوة يا باشا، ده أنا مش هنطق اللام دي لوحدها كمان، ده أنا هنطق اللام دي مع الواو. ليه يا أستاذ؟ مش دايما بقول الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود؟ اللام الشمسية اهي، خلاص مش هقرأها اهي، اهي عامل لها اكس اهي، خطأ اهو، مش هقرأها. هنطق الالف مع اللام، بنتكلم في اللام التانية اهي، هنطق الالف مع اللام وارجع انطق اللام تاني لوحدها، بس هاجي انطقها لوحدها هلاقي الحرف اللي بعدها ساكن، يبقى هنطقها مع الساكن. الله، يعني ايه يا استاذ؟ يعني هنطق الالف واللام مع بعض واللام والواو مع بعض، يبقى ايه؟ اللو، اللو، مش اسمها لو؟ لو، اللو، اللو، زو، 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 اللو، زو، ركز كويس جدا جدا جدا، الحركة دي مهمة أوي، ها؟ و واو بعدها ألف ولام تعرف إن الواو زائدة مباشرة من غير كلام. حرف الواو، حرف الفاء، حرف الكاف، الواو والفاء والكاف، بعدهم ألف ولام، طبعا الواو بعدها ألف، الألف لا يتصل بها. طب لما يكون الفاء، لو هي فاء، الفاء هتتصل بالألف، ما زي دي بالظبط. بس لو في هنا لام أهو، يعني لو خدنا دي وحطينا مكانها حرف الفاء أو الكاف، يبقى الفاء هتتصل بالالف، لان الفاء تتصل باللي بعدها، ها؟ من الحروف الزائده. خدنا الحروف الزائده اكيد في الحلقات السابقه، ها؟ يا فاء او كاف او باء، فاء او كاف او باء او واو، لو جه بعديهم الف ولام تعرف ان هم زائدين على طول. الفاء زائده، ما ينفعش تكون من اصل الكلمه خالص. ماشي؟ خلاص؟ طيب طيب، يبقى هقول ايه؟ الحرف الزائد يعني ايه؟ يعني حرف يبدا ياتي في بدايه الكلمه ويجوز حذفه. يجوز ايه؟ حذفه اهو. او لان احنا كده كده هنقراه لوحده. اهو. ودايما مفتوح، ها؟ الكلمه فيها ايه؟ حرف زائد ودايما مفتوح و، ها؟ الحرف الكلمه عباره عن ايه؟ الف ولام، الف ولام. وجيم، يبقى هننطق الالف واللام يا استاذ عشان ما جاش بعدها لام تانية. يا راجل يا راجل، انت مالك ومال اللام التانية؟ هي لام، حروف اللام الشمسية حرف واحد بس اللي هو اللام التانية ده؟ لا طبعا، ده 14 واحنا اتكلمنا فيهم دلوقتي. ها الجيم دي عليها شدة؟ لا ما عليهاش شدة. طب افرض يا استاذ ما ادانيش شدة ولا أي حاجة، ما أنا بقول لك يا حبيب قلبي احفظ لي حروف اللام الشمسية، يبقى الحروف اللي بعدها لام قمرية. أنا عندي تيشيرتين اتنين بس، واحد أحمر والتاني أسود. طب انا لابس الاحمر، يبقى الاسود موجود في الدولاب، معروف يعني، مش محتاجه بقى ان انا ايه اقعد افهم واقعد اعدي. لا طبعا، ركز معايا كويس جدا جدا جدا. ال جو زو ال اهي، نطقت الالف واللام مع بعض والجيم والواو مع بعض والزي لوحدها مضموم. ال جو زو، ها؟ و في ألف ولام أهو، يبقى الواو زائدة، ها؟ و ألف ولام حرف الزاي، حرف الزاي مش الذال، مش الذال، الزاي، الزاي يعني إيه؟ يعني الزاي اللي عاملة زي الراء وعليها نقطة. ماشي؟ ها؟ ما بحطش لساني ما بين أسناني وبنطقي، بقول إيه؟ أز يبقى في هنا لام يا أستاذ، نفس الكلام، نفس الكلام، اللام دي لا تنطق. ليه يا أستاذ؟ لأن الزاي من حروف اللام الشمسية، وكمان المعلم حط عليها شد اهو. يبقى هنطق ايه؟ و الواو دي خلاص مالناش دعوه بيها. از هنطق ازاي؟ ساكنه اهي، اهي بقى كان دي زي اهي. اهي. هخليها بقى زي اهي. اللام مش هنطقها اهي. ازاي هنطقها مرتين؟ مره لازم تنطق مره ساكنه، لازم تبدا بساكن، مره ساكنه ومره ايه ده شده وكسر ومره مكسور، يبقى از
الزي 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 ها بيابو 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 تنفع بيابو لا الزي بي العرض اني مد يا استاذ مكسوره وبعدها ياء جربها في المد الاول بيبو ها اللوز والجوز والزبيبو فاكهة الجبل كما تعودنا انا مش عايز انا الحلقة بصراحة جميلة جدا وعايز اكمل تعودنا تعودنا كما تعودنا ها ها مين يعرف يقرأ لي الكلمة دي ها ها طيب ممكن تقرأها لي قراءة او تكتب يا ريت ما تبعتليش على اليوتيوب التعديل بتاع القراءة بتاع الاملاء لان الاملاء انا هعدلها لك هنا على السبورة ماشي انا عايزك لو كتبت اقرأ لي بقى لو عملتلي املاء تصحيح املاء اقرأ لي قراءة ما تبعتليش الكلمات اللي انا كاتبها هنا تبعتها لي على اليوتيوب او على الواتس طب انا انت عملت ايه بقى وبعدين لما تكتبها تكتبها بخط ايدك يبقى لازم تتعامل معايا على الواتس يفضل صدقني التعامل معايا على الواتس مشكلتك اي مشكلة مش هتحل يعني واحد بيقول لي ايه انا مش عارف اقرأ ازاي وانا عندي مشاكل كتيرة في القراءة انا مش هشرح لك كل اللي انا عايز اقوله لك على اليوتيوب مع التعليق يبقى انا عايز صفحة ليك كده لا طب ما تكلمني على الواتس وانا بعت لك الرقم ورقم اهو 010-211-699-41 او من خارج البلاد 00-2010-211-699-41 طب ما تخش على الواتس اعمل لنفسك واتس لو ما عندكش وكلمني عشان افهم عشان برضو اكلمك مقطع صوت وقولك اعمل 1-2-3 واقدر ابعت لك الحاجة اللي ايه اللي تفيدك نكتفي بهذا القدر واي استفسار اي تواصل طبعا الرقم عندكم طبعا يا ريت اتمنى ان القطعة دي تقرأ كثيرا وتكتب كثيرا واي مشكلة عندك مش عارف تقرأها كلمني لو سمحت على الواتس لو سمحت كلمني على الواتس وانا برد على ناس صدقني كتير يعني ما بسيبش ولا واحد من غير ما ارد عليه ماشي نكتب هذا القدر والى القناة قد نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في الله على المشاهدة إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية